بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالوصم والتمييز بالنسبة لمرضى الإيدز أو مرضى الـ HIV، المرضى دولت الحقيقة كثير من العاملين في المجال الطبي بيخافوا إن هم يتعاملوا معاهم، بيخافوا إن هم يعالجوهم سواء حاجات انترفنشنال أو غيرها، بيخافوا من هذا من عدوى من هؤلاء المرضى. موضوع محاضرتي النهاردة بيتكلم على كيفية التعامل مع مرضى الـ HIV. المرضى دولت محتاجين ان احنا ناخد كل الانفكشن كنترول بريكوشنز كويس، ولا قدر الله اذا الطبيب او العامل في المجال الصحي يعني مثلا تعرض للعدوى عن طريق الاصابه بابره ملوثه او مشرط جراحي او غيرها من الادوات اللي ممكن تنقل العدوى من المريض الى الطبيب او الى المعالج، احنا بنقول له اطمئن جدا جدا، إن شاء الله في حل، وحل سهل وبسيط لهذه المشكلة. لا قدر الله إذا تعرضت للعدوى ففي يعني علاج لمدة 4 أسابيع، قرص واحد يوميا لمدة 4 أسابيع، ويقي إن شاء الله من الإصابة بالمرض. ده في حال لا قدر الله إذا تعرض الشخص إلى العدوى. نسبة تعرض الطبيب أو الممارس الطبي للعدوى من المريض هي نسبة قليلة جدا، لا تتعدى 3 في 1000. فيعني دي مسألة تخلينا نطمئن نشتغل وإحنا مطمئنين ولا نتردد أبدا في علاج مرضى الـ HIV. وهذه هي الرسالة من المحاضرة اللي أنا هقولها إن شاء الله بعنوان PEP اللي هو Post Exposure Prophylaxis of HIV Infection.